اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالتوحيد ونسبتنا إلى محرر العبيد فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. يا سلام على كرامة التوحيد وعلى فضل التوحيد، بل وعلى كرامة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا طب شوية خليك مع الحديث وهنرجع تاني للكلام ده، لأن ده كلام في غاية الأهمية عشان ترفع رأسك الآن في زمن هزم فيه كثير من المسلمين، هزموا هزيمة نفسية نكراء في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها وبطولاتها ورجالها وأمجادها. وأنا أقول والله إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بل بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الأمة التي شهد لها ربها جل جلاله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وستظل أمة المصطفى خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض. لا. الله الله اللهم لك الحمد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا سلام على الكرامة دي، يا سلام على الكرامة دي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل جلاله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أيها الموحد لله، أيها المتبع للحبيب رسول الله، ارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء وقم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا، واعلم بأنك أشرف إنسان على وجه الأرض بتوحيدك لرب السماء والأرض وبإيمانك بخير خلق الله في الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كرامة والله، والله يا لها من كرامة ويا له من شرف. أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف وإلى مستوى هذا الانتساب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه.